هذه عباية حبيت أدخل فيها الحروف العربية الجميلة. طبعاً حروفنا العربية لها أسرارها وطاقاتها الإيجابية. أكيد. وتقدر ترتديها السيدة بأي وقت كان، عباءة عملية يعني. فعلاً. لأنها مفتوحة، حتى لو ما كنتي بحاجة بتقدرين تلبسيها. Exactly. كلش حلوة. أنتي من زمان دخلين الحروف العربية لو بالجديد؟ لا يعني من فترة بسيطة بديت أبلش بهذا الديزاين، بين فترة وفترة أحاول أنزل طبعاً شيء جديد. كلش حلو. حبيت الرفض اللي حطتها على الكم من طيال العباية حركة ومسويتها حتى كاجوال ممكن تلبس. Thank you. طبعاً انتقلنا لفقرة الأزياء مثل ما شفتوا مع مصممة الأزياء لين. مساء الخير عليك لين. مساء النور حبيبتي. يا أهلا وسهلا. إحنا بالبداية دخلنا بالعبايات لأنه صراحة أول ما شفت العباية قلت لازم نستهل فقرتنا بيها. لين أول شيء أنت صاحبة براند قوارير لتصميم العبايات صحيح؟ نعم. أول شيء شدني صراحة اسم البراند، أريد أعرف ليش اخترتي اسم قوارير؟ قوارير هو لأن العباءات هي للنساء، فالنساء هم القوارير، هذا الاسم لهم، وممكن يكون لي يعني لو كان براندي هو ملابس أطفال وملابس رجال وتين ايجر أكيد ما راح أسميها قوارير. أكيد طبعا. واعتمدت أنه حتى كلمة قوارير أنزلها كديزاين على العباية أغلب العباءات، ما حبيت موضوع الليبل الورا على الرقبة، حبيت أجيب شيء جديد. أولا الكلمة هي تعني السيدة اللي لابسة العباية، أنه أنت إلك حظ من هاي الكلمة. أكيد طبعا. أنت القوارير وهاي عباتك، بالإضافة إلى أنه هو لوجو واسم براند. حلو، فإذا أنت حطيتي اللوجو على العباية نفسها اشتغلتي. Exactly. كلش حلو. امبرويد يعني تطريز. فيعني حبيت أجيب شيء جديد لأن هو الاسم راح يميز السيدة. طبعاً. أنت من القوارير. أكيد، وبالنهاية صار لك بصمة على عباياتك، أي أحد راح يكون لابس عباياتك راح ينعرف إنه هي منك. هاي ضروري جداً طبعاً. إيه لأنه. طبعاً. لأن. طيب لين حابين نعرف شلون دخلتي عالم تصميم الأزياء وش وقت؟ والله هو أني من سنين يستهويني الفاشن شو، كواليس الفاشن شو، إحنا الفاميلي هيستوري يعني بالجينات، الوالدة يعني من الستينات وقبل الستينات هي بمجال تصميم الأزياء وبعض من أخواتي. يعني عائلة فنية. عائلة فنية يعني رسامين شعراء انتيريورز يعني كل شيء نمسك نحب نطلع منه فن. حلو. وإلا يعني بلايا ما له لزمة طبعا، فهو شيء بجيناتنا بطبعنا يعني. تربيتي عليه. تربينا عليه. حلو. أي يعني بلشت أول شيء بفاشن شو لأن يعني مثل ما قلت لك أحب هاي الأجواء. عملت إكزيبيشن بيو كي بسكوتلاند بكيركودي أنا ووحدة من أخواتي. مهرجان كان كبير جدا فخم وراح رايعة طبعاً لأيتام العراق الحمد لله. حلو. ويعني أخذ كان بس مو عباءات يعني كان كل شيء تراديشنال عراقي. حتى الأكل. حتى الشرب اللي قدمناه كله كان عراقي. حلو. البروغرام بكل فقراته كان معتمد بس علينا إحنا الاثنين والحمد لله توفقنا به. بس كديزاين عباءات هذا بلش من احتياجي أني. يعني ظليت أدور على قطعة ستاندرد أقدر ألبسها بأي وقت تخدمني مع كذا قطعة تحتيها. يعني أغلب عباءاتي هي نفس العباءة ألبسها الصبح على تيشيرت وجينز، ألبسها بالليل ممكن just something glowy. نقلتها من مرحلة إلى مرحلة. طبعا تقدرين تتلعبين بها بأشياء بسيطة تصير ليلية أكثر. عدا أنه هي خفيفة. أنا أحب الألوان، أحب الماتيريالز، أعشقهم، أحب أتعامل معاهم. فحبيت قطعة أنه تكون مريحة، عملية، جميلة، أنثوية، بنفس الوقت كلاسي، فيها ترافة وفيها أنوثة. فعلا قطعة فعلا حتى هذه هسه نشوفها القطعة كلها أنوثة بسبب أنه أنت دائما تحطين التول على الأطراف يضيف مثل الفراشة يصير اللوك. يعني لوك أنثوي في نعومة. هذه مثلا تقدر تلبسها السيدة تحطها على فستان السهرة عبان ما توصل لقاعة السهرة. فعلا. أو تقدر تعتمدها وحدها بملابس سيمبل تحتيها وتبقى. أكيد. قاعدة بها وحدها. فعلا. إيه. ممكن بس فستان أسود تحتها أو أي لون كان يصير لسهرة لأنه بيها مذهبة وبيها الترتر والتول كلش حبيب. كثير زباين يكلموني تقول لي مثلا أني جسمي خلال فترة بسيطة تغير ما قادرة أسوي كنترول وعندي مناسبة سريعة ما حابة ألبس فستان ويطلع الدفوات، أريد فشي مبين
مال مناسبة ونفس الوقت فليكسبل، وحتى لو الحلو فيها يعني هاي العباية يلبسوها من سايز 10 إلى سايز 20 هي نفس القطعة. نفس القطعة وان سايز بس لأنها هي فليكسبل ما بها يعني حدود قصة معينة قصات حادة فتقدر تعتمدها نص. يعني أغلب ملابس إحنا وين مشكلتنا؟ نصحت وبعد ما تصير علي رميت القطعة فعلا. طبعا هذا استنزاف. نحفت وهرقلت علي القطعة وصارت ما حلوة فعلا هالشكل. فهاي القطعة ليش أنا حبيتها وبلشت أسوي بها إلي لنفسي وصاروا صديقاتي يشوفوني والناس على بساطتها، يعني أسميها السهل الممتنع. حلو. على بساطتها هاي شنو هاي مين هاي حلوة هاي غريبة أريد من عندها كذا، وتشجعت وخلاني أني يعني أستمر بهذا. وشاركتي بنشاطات كثيرة عالميا ومحليا. عالميا بالنسبة للعباءات لحد الآن بحدود الإمارات. بالنسبة للعباءات أغلب المهرجانات بالإمارات وخاصة دبي الشارقة مشاركة بها الحمد لله، وإلها صدى كلش حلو. حلو. وشفتي أصداء عالمياً الشغلة؟ شفتي أصداء من غير العرب كثير. مثلاً إقبال على الحمد العبايات؟ لله كثير فعلاً. يعني عندي زبائن من كندا، من إيرلندا، من ألمانيا، غير من فرنسا، من الكوميدور، من إسبانيا، كثير كثير. حتى الأجانب في قطعة كثير. في قطعة هسه اللي هي البشت البشيت أنا سويته. البشت العراقي الأنثوي البسيط. طبعاً سيمبل. هذه يعني عشقوها بشكل فعلاً. لأنه البشت أحس حتى غير المحجبة كلش يفيدها. أنا من الناس اللي كلش أحب البشت بمناسبات معينة، قعدات معينة، رمضان، لأنه البشت مثل ما قلتي نحط فوق أي قطعة يزيدها جمال ورقي. ليش أنا حبيت هاي القطعة واعتمدتها؟ لأنه في أي وقت قلت لك هي القطعة كذا استخدام وكذا سايز يلبسها. يعني أنا ضعفت نصحتي القطعة عندي فعلا. أنا عندي مشوار الصبح، عندي مشوار الليل، حتى عندي كولكشن للسفر. حلو. للسفر اللي هي مثلا تقول لي السيدة أريد قطعة للسفر عملية وخفيفة وما أريد أتعثر بها، ففي موديلات معينة للسفر اللي هي تجي من قدام أقصر من الأمام، كاجوال وعملية وقماشها كثير خفيف وحتى بدون كوي. في سهلة للسيدات اللي يحبون الملابس المحتشمة بالسفر. وفي كولكشن ديلي في أي وقت من اليوم، وفي كولكشن المناسبات والأعراس اللي هي بها something glowy وglittery. هذا الكولكشن أتوقع من كولكشن الأعراس بالضبط. أو اللي تكون exactly. لمناسبات exactly. أكثر exactly. كلش حلو. هسه هاي الأورغانزا أتوقع اسم القماش جدا دارج، نشوفه كلش هواية بالسوق. البافي هذا ترندي جدا هذا السيزن، وتحكينا شوي عن هاي العباية. والله هاي العباية مثل ما قلت لك اتصلت فيني كاستمر وقالت لي جسمي متبدل وما راح أسوي كنترول خلال أسبوعين أنا، وعندي مناسبة وما حابة أفصل فستان، والفستان راح يكلفني مبلغ وقدره يعني أكيد، وأريد فتشي ما أنزعه أبقى به قطعة تكون أبقى بيها وبس، هي بينما المناسبة فحبتها كثير كثير فعلا. مميزة جدا. أنا ترى قطعي يونيك فريدة يعني ما بكرر فعلا. لاحظت يعني كل قطعة ما تشبه الثانية لحد الآن، كل اللي عرضها وكل واحدة لها ثيم خاص بيها ما دي يتكرر. لا لسه الكولكشن مالتي 100 قطعة. فعلا يعني ولا قطعة كبير. تشبه قطعة. حلو. ولا قطعة لها علاقة بالقطعة الثانية، مختلفة حلو. تماماً. ومن وين تستلهمين أفكارك للتصاميم؟ والله من هنا. من بنات أفكارك؟ إيه يعني أحياناً حتى ما نام الليل. يعني أجي أرد أنام وتشوفين فد هجوم صار الأفكار، فأقعد وأحط والباترن وكأني داعزف سيمفونية. أكيد طبعاً. يعني شغل هو ممتع وحلو. وتحسين انه هنا مجال تصميم العبايات بمنطقتنا بشكل خاص انتشاره حلو، يعني انتشاره بين المحجبات او غير المحجبات ماخذ حقه بهالموضوع؟ كلش لا، الموضوع ما يعتمد على بس محجبه وغير محجبه. الكل صار يلبس هذا اللبس. واحنا مهما نكون مجتمع شرقي نحب الحشمه اكيد. يعني مثلا تروح وحده رايحه حفله وملابسها يعني مفتوحه زياده، من تحط هاي القطعه عليها اولا تعطيها جماليه وتنطيها حشمه اكيد طبعا، وانوثه ورقي. ما حد يقدر يقولها انه هاي نشاز ولا هاي اوفر طبعا. ولا هاي اكسترا قطعه انت لابسه ليش. هذا يعتبر البشت اتوقع. هذا البشت. كلش حلو.
حبيت انه انت حاطه عليه الدانتيل منطيه كلش انوثه، يكسر اللون المارون حتى ما يكون كله مارون فاقع. كلش حلو. وحبيت انه انت حاطه اللي هي الطرابيش. الطرابيش ما هي هاي الطرابيش، هي تنطي الانطباع العربي. بس حبيت انه انت ضايفه اكثر من وحده، عاده هو يكون وحده على كل سايد، بس انت حاطه انا اخلي وحده اذا كانت كبيره الحجم. حسب موقعها وين دا اخليها. حسب نعومه العباءه. اكو عباءات ما تستحمل امور كبيره وضخمه. اكيد تحب نعومه. لا بس كلش حلو. حبيت انك بكل عبايه انا لاحظت انك تدمجين اكثر من نوع قماش، يعني انت ما تعتمدين على نوع قماش واحد بحيث تصير العبايه كلها ستان. ابدا ابدا ابدا. انا يعني عشقي للموضوع الماتيريالز والالوان غريب. يعني اروح مثلا محل اقمشه اول النهار، فاقول لابو المحل اتركني انت ما عليك بيه، يعني خليني أبدأ. انساني انساني كانه ماكو احد بالمحل. اطلع قريب المغرب. واو. يعني اكو تعاشق بيني وبينهم، اتلمسهم واقعد ارسم بخيالي، وكل قطعه قماش اشوفها توديني لعالم، وما اصدق شو اوصل، واقعد احط الاقمشه واقص. يعني طيب هو اللي عنده شغف، اللي عنده شغف شوفي ابداعه ما ينتهي ولا الى حدود. اكيد طبعا. مثل ما قلتي بما انك من باك جراوند فني، فانت دائما تحبين تضيفين فن لاي قطعه تلزميها، حتى لو كان قماش بسيط انت حتضيفي له قطعه اخرى من قماش اخر او لمسه معينه تسوي منه لوحه فنيه. بالضبط. بما انه قاعدين نحكي عن الاقمشه، تقدرين تقولين شنو الاقمشه الدارجه هالسيزن او هالموسم بالعبايات؟ والله بالعبايات كل شيء جلوي، حتى الميرور. اي كل شيء شايني. ميتاليك هسه هذا الاورجانز، الدانتيلا، التول، الحرائر. احب الاقمشه اللي ما تجعلك، اللي تقعد بها السيده مرتاحه. أكيد. تبقى القطعه يعني بلطافتها. احب القطعه الغير متداوله. ابحث عن القطعه ترى باكثر من مكان اني. حتى من خارج الامارات. أنا متأكدين أن القطعة غير مطروقة. أي ما أحب حلو. التكرار. حلو. يعني السيدة اللي تلبس من قوارير أحبها تكون متميزة، أعطيها القطعة وأعطيها جارنتي أنه أنت ما راح تلقين أحد تتقابلين مع شخص وحده سيده لابسه نفس قطعتك، فكوني مطمئنه انت راح تظلين متميزه معايا. هذا فعلا شيء يهمنا احنا السيدات، لانه هوايه تصير واحنا نروح ايفنت معين او مناسبه معينه ونتفاجئ بانه اكو احد لابس نفس اللي احنا لابسين، يكون الموضوع مزعج للبعض. بالضبط. هاي يعني ليش اقول لك انا كلش سوحيته من اني شنو حابه شنو رايده، يعني حاسب السيده شو تحب. اني من الناس اللي ما احب انه البس قطعه. وليش اقول لك قطع يونيك؟ يعني هسه مثلا يصير الحاح على قطعه، لا عافيه اريدها اكرري لي اياها. مستحيل اكررها 100% سيم. لازم اي العب بالاكسسوارز، العب باللون، العب لازم. حلو. بس 100% اكررها لا، لان اني مطيع عهد لزبائني قطعي ما تكرر، متفرغه ضلها يونيك. حلو. هذه القطعه حسيتها بين العبايه والكيمونو همين، حسيتها مكس. هو اني دمج ديزايناتي هي دمج بين العباءه العربيه العريقه. العريقه عربيا وعريقه عراقيا. وبين الكيمونو وبين البشت. كذا يعني هي اجت الخلطه وياي. بس كلش حبيت انه انت مازجتهم بطريقه مطلع قطعه فعلا متفرده. مرسي. يعني الواحد اول ما يشوفها ان هي بين الكيمونو بسبب الـ 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 يعني التشجير اللي على القماش نفسه بسبب اللي انت استخدمته على الحواف، نفس الوقت هو تصميم العباءه او البشت قريب للعباءه والبشت العربي، فحلو لانه فعلا طالع لوحه فنيه مثل ما يقولون. مرسي لك من ذوقك حبيبتي. طيب تحسين انه انت بالمستقبل ممكن تتوجهين لتصميم اشياء غير العبايات، وانت حاليا مركزه على العبايات اكثر؟ لا حاليا اخلي تنتهي الديزاينات اللي براسي. وما راح تخلص اتوقع. لا ما تخلص يعني. اتمنى عندي الوقت وعندي الطاقه اني انفذها باسرع ما يمكن، وبحال ما انفذ القى اثنين يعني غيرهم انوجدوا بمخيلتي. اريد انفذهم وهكذا. تحسين زين اكو اقبال اكثر من الـ 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 الزبائن خلينا نقول على العبايات السيمبل والاكثر للمناسبات مثلا اللي تكون جلاوي او شاي؟ والله يعني هاي من خلال خبرتي وشغلي بهذا المجال دا اكتشف يوميا شيء. يعني انا هسه في كولكشن مثلا لزبائني الكويتيات. عندهم فد ستايل معين خاص. مثلا السيده السعوديه غير. السيده الاماراتيه غير تماما، فيعتمد على العراقيه غير بين بين. فكليتها اني يعني هاي دا المسها من خلال
الاكزيبيشنز اللي تصير، الايفنتس، المهرجانات، البازارات. ففي كل مره اني هم ينطوني مرات الايحاء. يعني ستايل السيدات همينه استوحي انه هاي الفئه يحبون كذا، هاي الفئه يحبون كذا، وهي كلها من يعني من شغلي هو. يعني ما مدى يدخل شيء غريب اني على شغلي، لا هو اني هذا، هي ابتكاراتي، هي من يعني هم يترجموا ليها واني اترجمها بيهم، هالشكل هذا اللي دا يصير. اكيد اكيد. طيب لين، حابه اسالك بالنسبه لتصميم العبايات هنا بمنطقه الخليج بشكل خاص، وحتى في العراق همين احنا عندنا هوايه سيدات يلبسون عبايات، تحسين انه اذا في زبونه اجت تريد تطلب منك عبايه تنطيها انت من ذوقك اكثر لو من ذوق الزبونه اكثر؟ إذا أنا شايفتها للزبونة طبعاً أكيد راح أنصحها شنو اللي يلائمها، بس بالنتيجة أنفذ لها اللي هي تحبه. بس أنا كديزاينر أوجهها وأنصحها وهذا أفضل وذاك أفضل. يعني هي الديزاينر بالدرجة الأولى لازم تكون لبيسة طبعاً. لازم تعرف تلبس المقابيل أكيد. وإلا راح تفشل بالمشروع ويكون نشاز. يعني السيدة الطويلة عن السيدة القصيرة، عن الناصحة عن الضعيفة، عن اللون السكين كله يعتمد، طول الرقبة أكيد. عرض الكتاف، أنا هذا كله يشتغل عندي أكيد طبعاً. أي فأني أنصحهم مثلا يتصلون بيا تشوف على الإنستغرام قطعة تقول لي أريد هاي القطعة، فأقولها ممكن يعني أشوف صورتك او اشوف ستايلك، ابعثي لي كم صوره اريد اشوف ستايلك كيف انت. فلا انصحهم، فتنصحيهم باللي يناسبهم اكثر ويناسب الشكل اللي يسببهم أكيد. اكثر. أي لازم، لانه فعلا هواي ناس احنا نشوف انه يتوجهون لمصممي الازياء انه احنا نريد قطعه معينه بدون ما يفكرون لا ما هو ينعكس علي سلبا فعلا اذا انت يعني بالنهايه القطعه لبست القطعه المناسبه للسيده غير المناسبه، طبعا هذا يضر ببراندي وباسمي وهذا اكيد اكيد. طبعا انت اطلقتي كولكشن اخيرا؟ الكولكشن الاخيره هي كولكشن الحروف العربيه والشغلات تراديشنال العراقيه، اللمسه العراقيه هاي تخص على البشوت والحروف، هذا اخر كولكشن يعني. اي وهسه داخله على كولكشن الشتاء، جبت من عنده تقريبا بس قطعه واحده، الخريف والشتاء، البشت الخريفي كذا. اقمشته تكون اثقل؟ اثقل طبعا اكيد اثقل تكون، وهو حتى ستايله حلو كلش حلو. طيب بالنسبه لل قلتي انه انت حاليا مركزه على العبايات ودخلتي بالخط العربي مؤخرا، انه انت ضفتي شنو اللي استوحى لك وحببك انه انت تدخلين الخط العربي؟ انا احب الحروف العربيه، احب لغتنا العربيه، احب حروف القران الكريم، وهي كلها طاقات ايجابيه وكلها جميله جميله، حروفنا جميله. وللعلم ترى الغرب معجب بنا الى ابعد الحدود اكيد. يعني هسه لو نشوف التوجه كله على العباءات، الممثله الامريكيه انجلينا جولي، المطربه صحيح. ريحانه وغيرهم كثير، تشوفين هم معترفين انه السيده العربيه اولا سيده كلاس وانيقه فعلا، وتعرف ايش تختار، ولبيسه درجه اولى وفخامه بها، لها وزنها، انسانه لها وزنها بمجال الموضه وبمجال مجالات، هم يعترفون بهذا الشيء، ولذلك هم هسه يتوجهون ودا يقلدونه ودا يحاولون يلبسون فعلاً. موضوع العباءه دا ينتشر مو بس عربيا، عالميا لان فعلا فيها شوفه مثل ما نقول، لها وزنها رغم بساطتها مثل ما قلت لك بالبداية، هي السهل الممتنع أكيد طبعا. وفعلا مثل ما قلتي الحروف العربية بشكل خاص شفنا توجه حتى من مصممين أجانب غير عرب أنهم دخلوا الحروف العربية بملابسهم لأنها تعتبر رسم وفن بحد ذاتها، يعني بالضبط. طريقة كتابتها هي رسم بالضبط. فتضفي جمالية للقطعة، لأي قطعة. تكلمنا احنا بحلقات سابقة لهالموضوع وشفنا فعلا أقبال كبير من المصممين محليا وعالميا على هالشيء، وده تطلع دائما بشكل جميل. واريد انوه على فكره العباءه الالوان. يعني هاي مو الكل طبعا يتجرأ يسويها بالضبط. يعني هي طبعا مع احترامي كاملا للعباءه العربيه الاصيله السوداء، واللي نلبسها واللي نحتاجها واللي ما نستغني عنها نهائي، بس انا فكرت انه احنا ليش يعني طول السنه شتاء وصيف ليل ونهار لازم نكون اسود في اسود طبعاً. لا، الالوان ربنا ما خلقها عبث، الالوان لطيفه وجميله يعني منا الله اعطاها للبشر، فحبيت العب بالالوان وهو هذا اللي ساعد ولا قصده. حلو، حبيت هذه العبايه هذا الهاشمي هذا الهاشمي اللي يعني كانوا جنوب العراق بالبصره والعماره سيدات
ما تستغني عنا إطلاقا فعلاً. سيدات الكويت، سيدات الخليج عموما أي فعلا ما يستغنون عنه. على بساطته هو يضفي فد أنوثة على شي يكونوا لابسين ينزلوه على الشيء اللي لابسين. اي فعلا، لانه ممكن جوا الواحد يلبس اي شيء اي شيء تلاحظيهم مشجر ولا ساده ولا مال سهره ولا مال بيت فعلا. فهذا الهاشمي ما نستغني عنه، هذا تراثنا. وحلو انه انت ضايفت له الحواف المذهبه لانه منطيته فخامه اكثر. مع السيدات يردون something more، يعني اضيف لهم تقول لي اريد اكثر شايني واكثر بحركات بشغل انزل لها عليه امور كثيره. شوفي هذا لحظي البراند هنا مثلا، البراند اللي قدام موجود اي كلش حلو. اي فعلا قوارير انت على كل عباياتك ضايفه البراند على الاغلب ما. يعني على اغلبهم يعني كلش على الاغلب. ثانك يو انا، ثانك يو فيري ماتش. شكرا. في البشت العراقي بس هذا حبيتك تشوفيه، لان هذا في لمسة عراقية. هذا في لمسة عراقية بحتة فعلا، هذا أنا أحبه. وهذا لاقى رواج من الأجانب خيالي أكيد طبعا أي. لأنه إحنا مثل ما قلتي معروفين بذوقنا ومعروفين بأناقتنا، وأني شخصيا أحس الفن العراقي بالملابس من ينضاف على الملابس يضيف لها فد روح معينة ما موجودة بأي شيء آخر. والله هو الفن العراقي بكل تفاصيله يجنن إحنا يمكن نكون متحيزين شوية. لا ما متحيزين، هذا واقع وإحنا نفتخر به أكيد طبعا بكل شيء، يعني بكل شيء مع احترامي للجميع معه. طبعا طبعا كلش حلوة. أنا من عشاق اللون التركواز طبعا. التركواز بالنسبة لي يعني من أروع الألوان اللي تنضاف على الملابس. هو يشد النظر وبطاقة حلوة إيجابية، هذا بوشيت يعني مو بشت بس، يعني هذا الأجانب استخدموه مجالات أكثر من عندنا بعد، يعني حتى كثير، يعني إذا بارتي لبسته، إذا راجعة من البحر لبسته، على الشورت لبسته، على جينز لبسته. فمن يشوفوه يتفاجؤون يستغربون على بساطته، لاقى رواج عندهم الحمد لله. وطبعا كنقشات قلت لك ما معقوله اجيب الكولكشن كله اي طبعا كليس وكاكسسوارز وتطريز وشغلات، يعني واحد ما يشبه الثاني. قلت لك ما احب اكرر فبي كذا موديل كلش حبيته. وهمين انا دا احب انه معظم قطعات شفافه، فالواحد يقدر يلبس جواها اي شيء لا تخفي جماليه اللي احنا لابسيه بالضبط. وبنفس الوقت تبرز القطعه كانه هي رسم على الجسد، دا احسها يعني هذه السبعيون اللي انت ضايفتها انا كلش احبها بشكل عام. والتركواز على الاسود بارز اللون كلش. التركواز طبعا بيه تدرجات كثيره كثيره، أكيد يعني أكيد. عندي الاغمق وعندي على خضار وعندي وكليتها، يعني هذه العباية أحس اللي هسه راح تيجي مناسبة للعرايس همينة ملكة كتب كتاب. طيب تصممين أشياء ثقيلة أكثر إذا مثلاً المهر أو شيء ممكن تسوين شيء بشغل أكثر؟ طبعاً طبعاً طبعاً، وأدخل مرايا وأدخل أمور كثيرة، نوع القماش يختلف. حلو. أي يعني تسوين أشياء ثقيلة، أشياء كاجوال وأشياء للمناسبة. أكيد، مو قلت لك في عندي كولكشن دايلي وفي كولكشن مناسبات والأعراس، كولكشن السفر، كولكشن صيفي، كولكشن خريفي، كولكشن شتوي. أكيد. شنو اللي مكتوب على العباية من وراء؟ هاني عسل. عسل حلو. هذا معنى اسمي. عن جد؟ إيه حبيت إنه أنت ضايفته كلش حلو. جدا جميلة القطعة. طبعا شكرا لك لين، نورتينا اليوم وامتعتينا بديزايناتك الجميله، فعلا كلها منفرده ونتمنى لك ونتمنى لقوارير انه توصل افضل الاماكن. ثانك يو، شكرا لقناه الشرقيه ولطاقم استراحه الظهيره ولحضرتك، واني لي سعيده وتشرفت فيكم. يا اهلا وسهلا. ثانك يو فيري ماتش، ميرسي لكم وبردا وسلاما يا عراق. اكيد اكيد نتمنى هالشيء، والسلام والامن والامان كل العراقيين. اللهم امين. شكرا.